سيد عمر او مدبر كحان وسني ديغان هوسي ما هذا مجال هذا جبلي ايا هلدي سوحا اي كاوتس دين بشوده الصوماليات ان اي جرب استاغان واود حلقان اي سرقولا هاين سيدي عافمات اي اغرادين لهاين وحا بشوده الصوماليات يكون مسلمين تابا اي كاوتس دين ان اي جرجر لجرب استاغان وربحين تور كان وحاي نوفا فاهين اي وريهنا محمد شيخ جوبا سعيد عمر او علمي وفرتان جير وحاو حانون حاليلي مركي وها توبان جير وحانو لدالا دعيا سيدالا الشيغي حانون كهاليلي دينا عمس كحبا كاسي اون إلا هطا دالك قديسة وآن وحبالوغا قبانين سعيد وحاو تابيا كالين تدادك مسلمين تأي ولاليهيا ساقو باهان إلا قرب استاقو لانا عاويو مالها وحاو يأغو لغو دحيو وحا انتا صدن لدالا دعيسي ولاشي سعادة عمر أو علمي وحانا امد محسنين تا صوماليا تكعطتاي ان الا درتي لوغو عاويو ولالكيد سي عافماد لوغو راديو دالك ديباتيسا موقباهيها عالميقا كالسان تيفي او سمدي ستاهي كالسان تيفي واعودك شعبكا او ماان تاكو بوغضي هويقا وكاكسوغان ياهي مقالادا قبل سعيد ايا وحا حالدي سنوغا ورنتي ولاشي سعادة وحانا هاد الكيدي كاميدها كاردي مركان هايستا هوي مالي هابا مالي اذير مالي ابتي مالي هانتينا مالي أني هنا صدق سرنا هي حنوك هالسعي صدق قاسنا ضلنا محيي لأن أساساً قايستا محل هذا لو كان قايز أنا يدك كرت يجيب حنينا غلط قالب إن قذينا دولار لقو كرستي وحنا اللي رينا وانا نقلق ما كرينا أني كشقة سنة يحوك سنة يدك السعودية ما نلقى بلا سوق كل بلوي قد شبيني وانا جبريان ما أنا شقة سنكر قفن كتير صدقنا محيي كني قاسنا أنا بعيسانة مرك أدت كإسلام كا مسلمين تاحن قاعد سنة مال أنكو أسترطاء ما نفط إذا كو أسترطاء إن ييجو كرجاران الله يدري أنا شركة أمور أنا شركة أنا كرسي قاسنا كو فريسان لول كم جاري وان لوك بيلا ولوك تبا نافودي ما نكبن تهدنا مال أنا بحية إذا أنكو معين صدي إذا أنكو كرجارسنا ما جرتوا أنكا دت كإسلام كا وحن كسوق يا أنكا كرجارسنا الله يدري إن ييجو صعاو يعني مال أنكو أسترطاء يا وحن ما تغنى يحقو قبته نمبر كي وحوي 4 6 7 6 1 9 9 سعادة عمر أبو علمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha islaamka waxaan ka codsanayna gabadha iyo wiilka dhibaateysan ee aan lahayn hooy ay galaan ee markii hore ay caawin jireen dadka jaarkii jaararkiina waa la diidimay guri in laga kareeyo fooqaqba laga wada dhistay marmaro ninka xanuunsanaya xaaladka iyo kaadidu dhaafsa cidba ma ogola in laga kareeyo guri waxa ugu daran horta imiga hooygii ay gali lahaayeen walaalaha islaamka waxaan ka codsanayna inay dar ilaahay u soo caawiyaan taa anagoo jaarkii oo jamaca waxaan ka damqanay oo ka dhiidhinay dadka walaalahayna waxaan doonaynaa inay ka dhiidhiyaan oo ayaguna ka damqadaan dar ilaahay walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimada ahay waxa aad maanta la sii baxdo ayaa ku anfici doona maalinta aanay jirin ilaa wixii aad amaliyaad sii dhigata mooye walaal hadaba caawi walaalka Saciid waxa uu u baahan yahay taakuladaada taakuladeena dhammaan ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa laga codsanayaa inay soo caawiyaan Saciid Cumar Cilmi oo muddo 3 sanadood isagu la ildaran xanuun ka haleelay dhinaca maskaxda waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kalsan TV gobolka cagaaran ee Geebli.